تحسب ان هي اخطاء، لكن في نقطه بس عشان ندي المدير الفني حقه، المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، لان احنا بعد مباراه الجونه قلنا نحاسبه ولا لا. الراجل مش هيتحاسب، غير الشكل بشكل، الراجل مش هيتحاسب دلوقتي، لكن انا اقدر اشيد بيه على الضغط والريتم العالي اللي عمله لعيبه النادي الاهلي. ده اللي كان ناقص النادي الاهلي الفتره الاخيره، الريتم العالي ده جاي بالتدريب، جاي بالمدير الفني مدي اللعيبه يعني اوردر ان ضغط عالي، اسلوب لعب بالظبط، اسلوب لعب الضغط العالي والكره الثانيه والريتم السريع. لو الاهلي لعب بالريتم ده طول الوقت ما اعتقدش ان في حد هينافسه كتير في الدوري. ماشي ماشي، بس هو سيف بيتكلم على نقطه عكسيه، ازاي الناس بتبتدي من تحت وتغلط. صح، دي برضو نقطه مهمه جدا. عمليه ان انا ابتدي من تحت دي، ابتدي من تحت في بعض الاوقات لما يبقى جول ملعب مفتوح مفيش ضغط عليا، انما ما الاقي 4-5 واقفين ضاغطين عليا وابتدي من تحت، ده انتحار. انتحار. وبعدين كان بيعملها وادي دجله وكان في كور كتير وتطلع منهم تيجي اهداف. صح. فعشان كده ممكن انا يعني اتفادى دوت بان انا في بعض الاحيان على الجناب، يعني انا على الجناح اليمين على الجناح الشمال، انما ابتدي من النص من العمق واللعيبه ما همش يعني ماستر عشان يقدر يستقبل الكره كويس ويبقى شايف وينقل. مبالغه 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 غير عاديه. هي اللعيبه بس يعني هقول لك على حاجتين، بتحرك على حاجتين اتنين. ديانج في ماتش الرجاء هناك استلمها على ال 18 وغلط، اتاخدت منه جول لو نتذكر. بعدين عبد المنعم تعادل بالهيدز، والسوليه في الماتش اللي فات بتاع المحله، والنهارده يا كابتن زي ما انا اشرت برضه استلمها وغلط وبقت جول التعادل. طيب طبعا دي كلها لازم تدينا انديكيشن في ان انا لازم الجول كيبر يبقى بقى شايف ما يورطش اللعيبه بتاعته، والديفنس ما يورطوش بعض في الاوقات. طيب. اللي زي دي العب الكره اللي قدام احسن. طيب.